وتعال اتبعني. على فكرة المقطع اللي قلناه بكل بساطة أخوتي بتفسير الإنجيل وبالدراسة هذا النص تحديدا، هذا النص بيورجينا أنه يسوع أحبه للشاب الغني، حبه انبسط فيه، بدل النص على أنه يسوع استقبله وانبسط فيه، فرح بهذا الشاب اللي عم بيقول له يا معلم، بهذا الشاب اللي حافظ الوصايا، بهذا الشاب اللي جاي أنه أنا حابب أنه أكون معك. ما قال له يسوع بيع كل شيء وبكون لك بيت بالسما بس، شو كملها؟ قال له تعال اتبعني. يعني البعض بيقول طب لو هالشاب قبل من يسوع الدعوة وبيع كل ما يملك، ايه كان صار واحد من تلاميذ يسوع. هيدي مؤكدة مؤكدة، لأنه كلنا بنعرف غير 12 في 70 في 72 في الرسل اللي أرسلهم، واللي منهم أسماء كثير مشهورة إذا بتفوتوا بأسمائهم بين القديسين، كان صار ايه من تلاميذ يسوع. ويسوع بيقولوا حزن لما الشاب برم ظهره، فالحزن حس، شعر بالحزن، حبه هذا الانسان قلبه نظيف. هيك قصده الرب يسوع، هذا الانسان فعلا قلبه نظيف. بس شو وقف بينه وبين انه يجي لعند الرب يسوع؟ المال. لا تعبدوا ربين، الله والمال. الوحيد اللي بيقول عنه ربنا يسوع هو رب هو المال، الوحيد اللي شبهه لله. ما عطى اي مفهوم او اي كلمه تانية تتعرفوا قديش خطرة انه تعبدوا المال. وتعبدوا المال مش بس يعني تحطوا مصرياتكم تعبدوه، لا، ما تنبسطوا بحالكم انه انتم اغنياء بس ما عم نحط مئات الاف الدولارات والليرات وعم نعبدها، ما هيك قصده ابدا. هيدا المال اللي سماه رب هو الحاجز اللي بيصير بينكم وبين عبادة الله. المال اللي بتصير بدكم تركضوا تتحافظوا عليه وتحتى تكتروه، اللي بيصير هاجس عندكم، الملايين اللي عندكم، هيدا هو قصده. ويمكن يكون فقير عنده بس 10,000 دولار ويتعلق فيهم وتكون حاجز بينه وبين الله. التكبر الحاجز، التكبر. وهلا بتشوفوا التكبر شو كان قصته بينه وبين مارمطانيوس. التكبر هو الحاجز، واللي هذا التكبر اللي بيعطيه المال. طبعا انا معي مصاري احشي حالي، يا نفسي عيشي وافرحي لك من الخيرات، سنين طويله اعيش، سيجاره بتمه سنين طويله اعيش. شو بيقول الرب؟ وهذا موجود بالكتاب مش انا عم بقوله، يا غبي الليله تطلب نفسك منك، شو رح تعمل يا معتر؟ يا نفسي عيشي وافرحي لنا خيرات اكنزه في الارض، عندي الخيرات كلياتها ومصاري بتعيش لسنين سنين، حاطت سيجاره بتمك لوين؟ الليله تنطلب نفسك منك. وبيقول بيكتب يا غبي، لانه عم بوجه هيدا الكلمه هاي، ما عم بوجهها لخيه من قال لاخيه يا غبي، لا، عم بوجهها لواحد شرير، لواحد شيطان. هيدا هو الغباء، انك تبعد عن الله. هيدا هو انك يكون في شيء تحطه بينك وبين الله. للاسف نفسك عم تنطلب منك اليوم شو بدك تعمل. هيك شايف مرمطانيوس لما مات بيو، ولما سمع هيدي الكلمه بالانجيل موجهه له، مات بيو، طلع مرمطانيوس ببيو، هيدي حقيقه، طلع مرمطانيوس ببيو، يا بيي المصاري ما فدتك، هيك قال مرمطانيوس، يا بيي كان عندك صوت جهوري، كان يرندح صوتك يطلع بالبيت، مرحبا يا جماعه، وين صوتك اللي كان يصدح ببيتنا؟ وين صوتك اللي كان ينادي الناس تعوا كلوا؟ وين صوتك اللي كان يعيط للعالم شو عاملين اليوم، يفوت على الشغل؟ وين صوتك اللي كان بالمنطقه كلها عالي؟ ما بقى عندك شيء، جسدك بعده مثل ما هو بس ما في روح. هيك مرمطانوس كان يقول، حتى بيقول المؤرخين طلع لبرا وصار يصرخ.